قراءة القرآن والأذكار ابتغاء لمرضاة وجه الله تعالى، وأيضا كمان أنه عارفين القرآن الكريم قد إيش أنه هو يطور من لغتنا العربية ومخارج الحروف كمان، ويساعد أيضا على تنشيط الذاكرة وسرعة الحفظ. يا سلام عليك، هذا هو اللي أنا بوصل الفكرة، وما قصرت أنت جبتيها على إجابة ما شاء الله عليك. النقطة الأساسية الأهم استغلال الصوت لازم تكون بشيء ينفع الناس مش يضره، وتوصيل الرسالة فيما يحبه الله ويرضاه في الأول والأخير. إحنا ما نسعى دائما أن نكون عمل فني على عشق أو فراء أو وداع، أو لازم يكون في شيء برضو ما ننسى له جانب ثاني، أن لازم المحتوى القرآن الكريم، الحديث الشريفة، الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ننساها، نشوف الأوقات المناسبة اللي نقدر نطرح فيه عمل. وأنا مقلل صراحة، أنا مقلل في الشيء هذا، بس إن شاء الله أنه في المستقبل لي أنا إن شاء الله في المواضيع هذه اللي بتطرق لها إن شاء الله. وإيش طيب عن الأوقات المناسبة لطرح الأعمال؟ يعني حسب. انت لازم ذكرت تحددين بالضبط ايش اللي انت تقصدينه في طرح الاعمال. يعني في فرق، يعني انا نفس ما شرحت لك، ممكن اثناء مواسم الحج ممكن التكبيرات تكون ممكن في يوم الخميس، الحين يوم خميس ليله الجمعه، استغل المناسبات الدينيه على اساس انه انا يكون لي اعمال دينيه تنشر في نفس بالتوقيت مع هذه المناسبات، في الحج او في يوم الجمعه على حسب المناسبات بالضبط الدينيه. هذا اللي بوصل لك. وفي الأعياد، وفي الأعياد تحديدا، يعني عندنا المواسم الدين زي رمضان، الشهر هذا شهر مبارك عندنا، صحيح، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صحيح، وعندنا موسم الحج العشر ذو الحجة، هذه تعتبر هي بعد شهر رمضان في أيام عرفة، هذه أيام فضيلة، ويفترض أن يكون فيها أناشيد مناسبة تتوافق مع هذه الأيام هذه.